أول ما أصبحت اليوم على رسالة تشرح الخاطر وتسعد النفس، أسوي شيء ما تشوفوني دوم أضحك 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 لأنك انبسط يوم تجيني رسالة فنانة من عند ناس فنانين. هاي حرمة يعني الله يبارك لها في وليدها، عازمتني في العرس ولدها وما الله كتب إني أحضر، وهذا ردها عاده. السعب هالصوت يا مرحبا. لا والله انت كنت راكب الطيارة مسافر والعرس عقبها بيومين، انا حاسب حساب انت رايح تاريخها 23/3 انت رايح اليابان وخبرتنا في السناب شات قلت كذي وكذي. انت ما بازعجي والله تكن لنا الشرف، كنا بنسوي لك استقبال وكل شيء. والله الحمد لله الحمد لله، ما الله كاتب ليوم ياي لازم تزور البحرين وتعرف بزوجي وولدي وتعرف علينا. وانا اقول لك يعني هالامارات قسما بالله الاقيهم في تايلاند، الاقيهم في اي مكان، كرم لا صار ولا استوى. كرمكم ما نلحق له بطياره، شفت الطياره شلون تمشي تركب ازيد من السياره، ما نلحق كرمكم قسما بالله. من يشوفوني في تايلاند ما نعرفهم، في مطعم ما تروح لا تدفعوا عنا، ليش احنا ما علينا قصه؟ قال لا يبا انتوا هالبحرين وانتوا هالامارات نور عيني الله يعلم قسما بالله، احلف لك بالله ان انت ما في في الوجود مثلكم. الله يرحم زايد ويعز ديرتكم ويشافي شيخكم ويعطي الصحة والعافية ويديم عزكم وكل شيء بيكم يا الامارات. كل من يشكر عليكم، شوفوا هالمصر، شوفوا شو تقول عنكم مصر، شوفوا هالبحرين، شوفوا هالكويت يا عيز لسان، وصح الله لسانك على هالكلام الطيب. اقسم بالله اني افرح بالسناب، ودي اكلمك في التليفون لكن انت مشغول، وزوجي متواضع وطيب اقول له انا اكلم ابو محمد خالد الخالدي اكلمه على السناب، وين اخلي ابو اكلمه؟ قولي له بسمع صوتي، والله انا بسمع صوتك ولين يا من الشغل اللي خليك يكلمك من تليفوني، والله من تليفوني. وكم يوم تقعد في مصر وما شاء الله تبارك الله، والله قلبي طاير مصر لكن ما تسمع الظروف الحين. ومرة ثانية اللي بتروح مصر لازم تخبرني عشان أتلاقى وياك، ونفسي ومنيتي ونيتي أتمنى أن أشوفك، أتمنى أشوفك وأتقابل وياك وإن شاء الله الأيام بتيجي وتحقق أمنيتي. وعلى الله يطول في عمرك ويبارك لك في عيالك وفي زوجتك، وصلاح مسكين ما يبتا وياك الله يخليك له ان شاء الله يطول في عمرك. هذا بارك الله فيكم سر سعادتي الدائمه، ما تشوفوني دوم مبسوط واضحك واسولف، حتى لو اي شيء يكسر خاطري اتذكر هالكلام الطيب اللي يجيني من العرب. هب من اليوم ولا من العام ولا من عام، لو هذا من قبل ما يستوي السناب بعشرات السنين، بعشرات السنين الصداقات. فلذلك دبت حياتي اكون مبسوط واضحك ومستانس، وشو اريد اكثر عن هالنمونه؟ شو اريد اكثر عن هالنمونه؟ يوم كل يوم يجيني عشرات المسجات وعشرات الرسائل من قبل لا يطيح السناب وقبل عصور السناب بعشرات السنين، وين ما اصير هالنمونه هالردود كيف ما تبوني استانس؟ بستانس وبقيل في الوناس وبقيل وبمسي وبصبح وبعيد طول حياتي كله مبسوط. شو السبب؟ الايجابيه اللي تجيني من العرب من قبل السناب هب البارح واليوم. فرت يراني اللي في الفندق ولا في الشقق كلهم اعقد صداقه وياهم من صغارهم لين كبارهم، ان صرت حديقه اتعرف على العرب كلها والناس تعرف علي وتنبني الصداقات، ان صرت عمره ان صرت حي ان صرت وين ما اصير في رجالنا في الافراح في الاحزان اعقد صداقات. فلذلك تلقطوني في كل مكان متواجد، فهاي روح نعمة من الله سبحانه وتعالى. بس ما ادري ايش انا قلت هالرمسه كلها، لكن بس اصبحت الصبح يعني جتني هالرساله الفنان من هالبحرين، وبرغم اني لا اعرفهم والله لكن هم يعرفوني الا الله يحفظهم. هاي الحرمه هي اللي تعرفها ما اعرفها وهي سالمه، وكانت عازمتني الاول على عرس ولدها والله كتب، واستغربت غيابها هالفتره فقالت لي لانه خلصوا العرس. يلا بارك الله فيكم من امس خلاف. ايه ها صدي يا عاده صباح الخير يا حق علي. صباح النور. ايه صباح النور مره ثانيه. صباح النور يا فش يا محسن. السلام عليكم. تريقنا على فكره وخلاص انت يلا حطها وراوني. هذا الله يحفظكم التين ووصل. الله يحفظك.
التين وصل أبوي الناس خصوصيين قالوا حيلك تحب التين تنقي ذلك كم من حبة في أول موسمه يبعد ياي حطيته هناك هذا هذا عاد أول موسمه توه هذا أول الموسم البحر شفنا في كم من مكان تين لكم ما يملك من الجودة ربع هذا هذا الحمد لله فنان وغاوي وزين والحمد لله رب العالمين اللي الله بلغنا إن ناكل من تين مصر العام كلنا والسنة بناكله إذا الله راد والحول كان الله جعلنا من الحيين بعد بناكل من في أهل البلاد الطيبة من الطعم عاد هنتين ثلاث وبدت سلباجي عنتيها طيور اللي بلي مناجيب بشاير حين الهم المنقع المهنبة التين إذا فضل بيخترب صح؟ صح اقتراحك إيه؟ نحط واحدة واحدة في الثلاجة ودهن حطهم في الثلاجة بدون غسيل وحسبهن وانت تحطهن حسوبات عادي عد واحد آه يلا ما يا رب لا يلا يكتب على كل واحدة رقم رقم واحد رقم اثنين وكل مجموعة اعمل لها يوم يلا هذا عادة غير عن يوم تاكل في مصر عن أي بلاد في الدنيا العودة مساء الخير يا أبو محمد يا مرحبا بك مرحبا مبروك إن شاء الله عرس وليدك قدمه وتجوز إن شاء الله العيال والبنات وتشل عياله مرحبا أبو محمد مرحبا مرحبا يا أبو محمد بلاي رحبت بك من داخل اليوف انصم قلبي والشراي يا مرحبا بك عد القنوفه يا تراني شاعرنا ابو محمد ما يمدع عمره يقول لك ما يمدع عمره الا بدو ما نمدع عمرنا حالي مناني يا اخي ما ترد علي سامحني تشربك الواي هاي الحين بالمطعم هذا متغدين الغزال لحم الغزال ستيك مسوينه الا خني احمد كان سرتي الغابه تصريح ناشه هاو ار يو هاي رعيه المطعم ها وربيعها لي وياها الطباخ نايس ما يعرفون انجليزي مشكلته ناس بيك انجليش ما يعرفون انجليزي ومحمد ما يعرفون انجليزي يا اخوي يعرفون يسبيك انجليش ولا يعرفون دوت نو ولا يعرفون محمد فوق هناك وتغدينا ولحم الغزال وعينا خير وهالعمازين هذه ها تشوها لا هم مشموم يا ابو محمد ولا هم ادري قول الو 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 خالد لا مش خالد انا علي يا صلاح ازيك معاه على طول في كل حته معاه طيارة يقول بتروح معانا في الطياره هاجي معاك بانكوك عايز تروح بانكوك ان شاء الله صلاح صلاح خلاص قوم صلاح قم سر هناك اقول لك صلاح اقول لك بنودي صلاح معانا يوم بيودر طبعه شيء طبع جبيب فيه من يودر الطبع الخايس بنودره ها صلاح صلاح شيء طبع خايس عند جبيب من يودر الطبع الخايس هذا بودره بودي صلاح البارح يا صلاح فضحنا عند العرب كلها فضحنا عند الناس هي والله يا صلاح فضحنا ودينا عند ناس ويلسنا وانا متحذر يا صلاح اني ما اودي وارغد عند حد ضروري يتم مركوز معالي راسه برجع يوم السبت الحين عاد بخبركم شو السالفه انتم بعد شويه ها صلاح برد يوم السبت يوم السبت بدال البقل هذا بخليه عقب اسبوعين ثلاثه مساء النور شقيقي الاصغر اوكي
يوم حط صلاح اخوي خلاف يكلمني قال باي باي ما يبي احد يشاركه ولا سكر التليفون. الله يسلمكم، البارح كنا معزومين خبرتكم عند رجل رجل مهم يعني العام كذي له سنه وياه خمس دقائق بس عزمنا. انا متحذر هذا اللي تشوفونه محسن لو تشوفونه هالنمونه مرصص العيون هذا ما من خوف يعني لو شويه فيه من الدناوه لكن دناوته شويه تهون. علي ودرته عند ويا محسن وست فوق اسجل كم رمسات يوم مسمى العتبه ليش سموها العتبه وشو قصه العتبه شلكم انتم. يوم عدى في الليل ضوينا خبرني عاد محسن قال لي والله يا خالد ترى مع علي عمل كذا وكذا وكذا. قلت له شو عمل؟ قال الراجل نش قال للرجال هذا يا خالد انه ما جبت ليش حاجه حلوه مش حتديني موبايل. قال لي يقول عاد محسن انت ما بيها بالله موبايل. قلت ياي بدال الودي هلف وانا متحذر انتم ما تلاحظون انا ما خليه ويا حد حتى في الامارات ولا في ابو ظبي ولا يوم اسافر بمكان ما خليه في وكل حين قلت هالسالفه ليش؟ ودين مش الجماعه حين يا خالد عطنا رقم علي عطنا رقم محسن عطنا رقم علي نحن بني مصر نبي نكون وياهم بنسولف بنضحك ليش ما اخليهم؟ ليش ما اخلي ارقامهم؟ ما اعطي ارقامهم اللوادم. جربت واحد كلمني من هالفجيره هو يسمعني حينه وقال لي دخيل وقلت له فعلت تركت تي قال لي ابدا انا المسؤول. قلت له غير قال لي انا وشلكم انتم. الرجال تعنى من تعنى الرجال من الفجيره لين مصر من الفجيره لين مصر. يوم وصل مصر يعني قال لي يا خالد قلت له قايل لك ان هذا ما يشتغل الا اذا انا موجود. يعني يشتغل كيف يعني؟ يعني انا اظهر الشيء الايجابي منه الشيء السلبي ما اظهره. علومه السلبيه مره ما اظهره فاظهر الشيء الايجابي. فانتوا يا المتابعين تشوفون الشيء الايجابي وانا متحمل 99% مشو من الشيء السلبي. فأنا يعني مقصدي إني أنسكم أنتوا يعني اللي من غير يقول ليش ما تحط رقمه وليش ما تحط عنوانه نبي نتواصل وياه نبي عند. قلت ما ترومون مستحيل أنكم أنتوا ترومون. يعني أنا ويا من 10-15 سنة مصارعة معركة ليل بنهار يعني وين ما أسير لازم أكون أنا حاطنه تحت الميكروسكوب في كل شيء في كل شيء حاطينه تحت الميكروسكوب عسى ما افتضح لا في الوادم اللي انا ميلسنا عندهم ولا وين ساير ولا وين جاي. يعني اللي اظهره 10% و 99% ما ادري كم هاللي قلت باجي ما اظهره. شو السبب؟ لانه انتقاء الالفاظ تعيدون في المتابعين شيء الاف مؤلفه. هذا اولا. ثانيا اللي خليني ما أظهر رقمه ولا خبر العرب ولا أمن أن ييلس ويحد وأنا ما أكون موجود. أنا يعني وايد أمور ما كم بعد بيلس 100 سنة ما بروم أكمل ربع المساوئ. فلذلك أنا أظهر 10% وأسقلها وأخليها. كل إنسان في زين وفي شين لكن أنا ما أحب أظهر الجانب السلبي وايد 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 منه. أظهر 10% زينات هايل ويلا يلا بعد من 10 الى سأشخل وانخل ويلا يلا نص يلا يلا اظهر 1% يظهر ولا 10% من 10% انخل واظهر 1% ولا هو خف الطينه. لكن وايد الامور وايد زياده على اللزوم. لكن انا يعني مدامي اي 5 ايام واسير ما عندي مشكله. لكن اني اخليه يجلس ويا عرب هباب اللي ما يلا حذره تحمل ولا تسوي ويا ويلك. ومع هذا كله اخر شيء طب انا اسف يا رجال اسف سوت وجهي قدام العرب يعني ما وانا ما بمقصر والله اسوق عليه بيدي ولولي وكل ما يذكر شيء ما يذكر هو انت اديتني ايه انت اللي ولو بتعطي شيء الحين اصلا انا مستلف يعني معنى حتى اللي في علم عند الغيب وبعك ما عطيته اياه مجرد ما تعطيه ما يدري حيب كثرة من قله مجرد ما تقول له يا
يجيب رقم من عنده ويقوله ان انا واخذ الحق الفلان ما عليه مره مرتين 10,000. يعني تخيلوا من كم سنه ويا 10 سنين وياه، 10 سنين وياه ما شيء فايده ما شيء. انت كم سنه انا وياك؟ 15 والخيبتين ترى ما في الا شنبش البن طاهر على فكره يعني. عبد الرحيم اضغط على اخي. الله العظيم انا مشكله، لكن مبسوط وياهم، لكني حذر. لو بدخل السبح ظهرتهم في البلكون وقفلت الباب. لو بدخل السبح مستحيل ما شيء. البلد كل البلاد فيها الزين وفيها الشين، وكل البلاد لو خليت خربت. مش مكة أشرف بقاع الأرض، أيها العدل وأيها الماي، في كل البلاد فيها الزين وفيها الشين. ما بهذا موضوع، موضوعنا أني أنا مختارنهم هايين بالعمالة، أدري بمساوئهم، لكن أنا عايباتني العشرة بالمية هذه، العشرة بالمية برايهن يسدني. إنسان قنوع يا ربي، لو أخبركم القصيص اللي استويت بيني وبينهم يا رب والله ينهى. رمستن الواحد يتلثم عنها حين هو ظهر خاري، قال لي لا مش ما في شو يعني. زقرها زقرها زقرها، أقول لك خالد تعال. تعمل إيه حق علي؟ ده صفاء بنت سميرة اللي احنا كنا يا سلام يا سلام. انا رنيت عليها اكتر من 6 مرات امبارح، انا مش عارف الرقم بتاع مين، فرنيت عليها كان بيتكلمني. الله، بتقول لي ان مامتها خدت الفلوس وما ادتش لحد منهم حاجه. صدقها احسن، سلم عليها. سلم عليك خالد ابو محمد من الامارات اللي هو كان عندنا امبارح. عيزني 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 عيزه صلمه وجهك قرب الله. والله انه فضحني البح عند رجال ياي بله ياي بله ياي بله، والله اني ياي بله. وبعد اللي وشايف اللي ياي بله هي، وبعد اصر اني انا عاوز منك موبايل جاي بحين براونا الموبايلات وعاطينا موبايلات وياي بله بايبادات، وبعد يمشي ويطلب يمشي. طب ليه تفضحني عند الوادم؟ محبة. ليش؟ قلها معزل خلاص، كل سنة وانت طيب. يا سلام، ليه بقى؟ رمضان خلص والعيد خلص، ايه رمضان؟ كل سنة وانت طيب تبا. كالعادة المحز الراكد ياخد حمام شمس. يا سلام. سلام على الهدوء والاسترخاء النفسي الشاب والتامل الشاب النيل هبه مصر. النيل هبه مصر يا هبه. هبه مين؟ اخت سعيد. ايه النوم ده؟ ايه ده؟ مش نايم انا، نايم ريلاكسيشن. يوجا بتعمل انا يوجا بتعمل يوجا يوجا بيعمل يوجا بيعمل طول عمره بحب اليوجا. بيعمل يوجا. ركز اكتر، خش اكتر على يزوق على مناخير كبر هينفجر دلوقتي خلاص. هلا ابو محمد، بس بغيت اخبرك في مفاجاه مسوي لي اليوم طالع من جاي من دوكا. تفضل. محمد جونه، بس انت اللي ناقصنا يا ابو محمد. محمد علومك؟ نعم. شو يسوي داخل؟ في اي بي. في اي بي. يا سلام. شوف يا ربي. هاي مرة من دعسة، هاي من دعسة شطع الشعر فتت. هذا محمد أبوس، هاي مرة من دعسة. ما بغيت أظهر الحين داخل. قوم محسن، محسن وعلي داخل. ظهرت أنا خالي عاد الحين عنهم، وياي لنا واحد ضيف من ربعنا من هالبطين بعد الله يحفظه، وخليتهم يرمسون وياه عاد محذر إنك قال لا تعطيهم أرقام تليفونات ولا تعطيهم علم ولا خبر، يعني في فقير يوهجونه يحشرون التليفونات. طب المراد قلت في خاطري ما بظهر اليوم، ما بدنا ما بظهر، بظهر يا غير ما بالحين بسير حين أتعشى في مطعم بيت ورد. بيت ورد شد جاينا هنا العام
المطعم الأول وديتين كذي جايينه مطعم وايد زين وفنان مطعم لبناني ولكن زين يعني أحسن الموجود من أحسن الموجود أحيده يا غير لأن حين ما شفت يمكن استوى تغير للأحسن بعد أو أنه تردى أو أنه تم على ما هو عليه العلم عند الله. جمعية الشارجة الخيرية مسوي مشروع تشكر عليه، قريت في الجريدة عندهم اليوم شيء يثلج الصدر ويفرح الخاطر أنك تشوف جمعية من جمعيات الدولة مدشنة مشروع في منتهى الأهمية في النطاق الدراسي والتعليمي. في وين عاده؟ مكان بعيد بين بضب بين القاهرة واسكندرية، اسم المنطقة كفر الشيخ، والمشروع هذا يخدم 40,000 نسمة في منطقة فيها ما يقارب 40,000 نسمة ما توجد عندهم الخدمات هذه، وكل إنسان يبى الخدمة يسافر من دار لين ديره لتلقي العلم. وكفر الشيخ في شمال القاهرة شوية أقرب عن اسكندرية، ومنطقة وايد بعيدة وتفتقر للمراحل الإعدادية. فجزاهم الله خير جمعية الشارجة الخيرية مسوين مجمع دراسي يخدم المرحلة الإعدادية. فتميت في خاطري ايش معنى يعني المرحلة الإعدادية؟ طلع ما شيء للمرحلة الإعدادية، شيء من المراحل الأولى والثانوي، لكن الإعدادي ما شيء. اللي بإعدادي يظهر من هاي البلاد يسافر ما أدري ساعة ساير وساعة جاي بالقطار. تخيلوا يعني إذا بيكملون دراستهم هالعيال ولا البنات يصيروا ساعة ساير وساعة جاي، لكن رب العالمين سخر لهم جمعية الشارجة الخيرية جزاهم الله كل خير على هالفعل الطيب. والمشروع مجهز بأحدث وسائل التعليم الحديثة مثل ما هو موجود في الإمارات والشارجة، مسوي لهم نفس الشيء لكن في كفر الشيخ. محافظة كفر الشيخ هاي منطقة يعني يوجد نسبة كبيرة من هالمحافظة كفر الشيخ في دولة الإمارات، أنا روحي أعرف. فهذا اللي لفت انتباهي الخبر اللي في الجريدة، فلذلك قلت في خاطري أتوقعت يسوون الأعمال خيرية إلا قرب القاهرة، يعني ما دريت أنه حتى في كفر الشيخ. يعني تبارك الرحمن، يعني فعلتهم هذه على الله ياجر كل من ساهم في فعل الخير. هذا ترى قلت لكم مصر بلاد خير وتستاهل الخير، وبالأخص في النطاق الدراسي والتعليمي. سعادة سعيد بن حامد الطنيجي هو اللي وقع ووضع حجر الأساس لهالمشروع نيابة عن خيرية الشارجة، فله مني ومن كل حد يحب فعل الخير الشكر والتقدير. جزاه الله خير والله يرحم والديه ويغفر له ويغفر لكل من ساهم بإنجاح وإتمام التبرعات اللازمة لهذا المشروع الكبير. ترى هذا مشروع مش شيء بسيط، هذا بهايك الحكي مكلف ما أدري كم، في الجريدة ما بمكتوب، لكن هذا اللي قدرت استشفه وتحرى. بس هذا أول شيء. ثارهم أبوي مسوين بعد عدة مشاريع من مدة، وفي نفس الجريدة مكتوب أن في خلال الشهر الجاي بيفتتحون مجمع بعد نفسة مسوتنه جمعية الشارجة الخيرية مسوي في نفس كفر الشيخ مجمع ابتدائي بعد مجهز يعني الله يحفظكم بجميع المعدات الحديثة. هذا كله من جمعية الشارجة جزاهم الله خير الجزاء. وثارهم بارك الله فيكم بعد جمعية الشارجة الخيرية مسوية مكائن تحلية، مكائن تحلية مال مياه للشرب، ما بحفر آبار، حفر آبار وخادمين عليها مكائن للتحلية. مكان لأن بقعدتم كفر الشيخ قريب منها البحر، فلذلك ما هم خريج، فالما الخريج يبقى المكاين تحلية بهايك الحكي ملايين، ما بألف وألفين ومئات، لا ملايين مكاين تحلية تكلف، لأن تخدم ما أدري كم ألف نسمة بمزارعهم ودبشهم وحلالهم. الله يرحم من يرحمهم، والله يا أبوكم هاي مصيبة. بعد ترها بعد الجمعية مسوي أبوي كفالة أيتام هناك عندهم، وباني بيوت للفقارة، بيوت سكن باني للفقارة اللي عندهم، وما أخذ مير
مير ماخذه من رجب وشعبان ورمضان لجميع الأفراد اللي ساكنين في هذه البلاد. أغلبية العرب اللي ساكن هناك المحتايين وأغلبية المحتايين يعني سكان قرى ما أخذت لهم مير كامل لين آخر شيء حتى كسوة العيد. جزاهم الله خير القائمين على هالمشروع كلهم ما أستثني حد. هذا يرفع الرأس ويشرح الخاطر ويزاهم الله خير هم وكل جمعياتنا اللي في الدولة كلها بدون استثناء. يعلى الله يغفر لهم والوالديهم ويحفظ إن شاء الله حكومتنا من أكبر رأس في رأس فيهم إلى الصغار ومرة الذكور والإناث مرة ما واحد منهم. وكل إنسان تبرع لو حتى بدرهم لو حتى بدرهم تبرع لفعل الخير جزاهم الله خير الجزاء. كم فرحت وكم استانست على هالخبر. يعني في الجريدة شيء يفرح الخاطر ويسعد الإنسان أنه يشوف شيء إنجاز ويكون أنت ما تدري وتسمع على غفلة يجيك على غفلة. ها شيء وايد مفرح وايد يأنس الإنسان أنك تحس أن بلادك تساهم في فعل الخير في كل مكان بدون ذكر اسم معين ولا فلان ولا علا جمعية خيرية. هذا روحه إنجاز وايد كبير. كم استانست وكم فرحت وكم انبسطت على هالخبر. كم لكم من دعاوي الخير والناس اللي تدعى لكم بهالإنجاز العظيم. والحين الله يحفظكم ربعي زهبوا وصلينا المغرب والعشاء جنب قصر وإن شاء الله نحين بنسير جدا هذا بيت ولد بنتغدى بنحوط هنا في هذه المناطق بنجلس في الكافيتيريات وفي المقاهي وين ما يعني اليوم ما بنسير أماكن زحمة يعني وين الأماكن البلدية يعني الشعبية اليوم ما بنسير شيء بنسولف روحنا يعني. يلا بنام سعد خلاص شو كله تمام جاهزين تمام انا جاهزين ها تمام الحمد لله جاهزين. وليش تمتيحة هذه يعني ليش يعني قايلين لك الوادم عليك لازم تبتسم يوم حب يصورك ولا بتسولف ما بلازم تمد وجهك. انت يعني شو الحين تبغي يعني شو تبغي الناس توصل الفكره عنك. الحين كل حد يقول هذا عين لص هذا شرير هذا ما قلت له ما عارفه من 30 سنة يا يعني خمس مثلا ده شكله بوكس وبأس كده عشان يمثل افلام كوميدي يعني جايبين واحد اخصائي سرقات حزن بكا نقول له اشتغل ممثل مش دران ما ادري يعني شو الحل. ما فيش حل وين الابتسامة اهي شذاب يلا 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 على الابتسامة واللي وراه يقفل بقى كيف كيف؟ قفلت؟ لا مش حاسس مش حاسس ايش يا علي؟ يوم اياس اصور يصير بعيد ليش؟ ما اعرفش هم الفنانين القادرين كده بيهربوا من الكاميرا تجري وراه. شفت الكلب البارحة؟ كلب؟ بس بيحبش ولا سناب عنده حساب على تويتر صوته ماشي وين هو يا عربي؟ اي والله فت لك عفده بس طيب الكلب ده انا اعرفه قبل كده من اول حق محسن نورك يا باشا نورك نورك مين ده اللي حق محسن مريض ايه اهو حق ما خرجش من القاهره ده وحش بعمارة الصحن بتاع السنه اللي فاتت ده وحش الطبق فاكر والسماعه ازاي حقي ازاي هو وصل أقولكم شو قصة الورد الأول حتى في مصر في الثمانينات وأواخر يعني الوقت اللي خطفوا حتى في الإمارات الأول في كل مكان تشوف يطرون الورد ورد القرنفل حتى محلات تمت تفتح خياط القرنفل ومال بوكيهات القرنفل كل شيء القرنفل. الحين القرنفل ما له صيت ولا له سمعة ليش؟ شو السبب؟ حد يفيدنا من المتابعين. حتى الحين في محلات الورد مش موجود الورد اللي هو ورد القرنفل. شو استوى؟ شو جد؟ في السبعينات والثمانينات 90% من البوكيهات كلهن ورد قرنفل. الحين ما شيء. هذا ورد القرنفل. شوفونه؟ هذا الأول. في كل مكان.
شيء وردي وبرتقالي واحمر وفوسي وابيض، هذا اللي تشوفون هذا القرنفل. والحين لا له صيت ولا له سمعه ولا نسمع حد يطري. يا الله، هذا واحد من هالبطين اللي اعطاني تليفون. زمان اسمه الفل. ها؟ هو اللي كان زمان اسمه الفل. اسمه ايه؟ الفل. الفل حاجه ثانيه. الفل حاجه ودب حاجه. الفل اللي انت تقصد الفل. الفل وياسمين شيء ثاني. هذا قرنفل. انت وين عاد يا الله؟ انت من يوم قلت لي امك تسوي الورد مربى الورد ونحن مره قاسلين يدنا بحر منك. بعدين مربى ما ده بنكون بناكله في الطبيخ. لا بس قص علي. لا والله كنا بنسميه الفل، ده مش قرنفل، احنا بالاسم الشعبي عندنا. يا ريال اذكر الله. قلنا لا اله الا الله. شو هالكذب انت؟ ليه ما بس خلاص نفخت لي راسي يا ريال. يلا شو تقول علي؟ ولي ريحة جميلة القرنفل. لا طبعا ما لي ريحة. معلوماتك كلها غلط. لما يضرب يضربك. ليش تكذب؟ ليش حقيقي الاوبرا مثل هي والله 71 امس نحن نمشي قال حق اي حقيقة القاهرة حريق القاهرة. بارك الله ما كذب. يا مش اتحرقت وتهببت وكلام انفجرت. هذا حين الله يحفظكم ميدان منو علي؟ سليمان اباظة. ميدان سليمان اباظة. وهذا مطعم ابوي بيت ورد. جايين قبل سنتين والعام والسنه الحين اول مره اني من بعد غياب سنتين. عقب غياب سنه يعني. موقع وايد قوي. فنان ماشي شراب الموقع. والاكل بعد كذلك. كما اقول لكم العدبه اكله زين. الحين العلم عند الله عاده. كل اللي يقول بعدهم يعني مستمرين عليه. المطعم يكاد أن يكون فل. لا والله هب يكاد لفل ونص ما شيء يبوي ولا طاولة فاضية. شايل هالطاولات المزارات لين عينها. ها مع حق علي رأيك؟ تمام. مية مية بيت ورد صح؟ المشكلة ها؟ المشكلة ايه المشكلة؟ تبولة. لا رد فعلها مش حلو مع مصر حقية بتصير وبتصح الكبرياء والكرامة. اي والله هي والله. تذكر اول يوم اول يوم كل تبولة زعل. لا شاكل تبولة. ميدان الثروة مبني ميدان سليمان أباظة. ليش تجذب ميدان الثروة؟ ثورة ثورة. ليش تجذب يا أخي؟ كذب علينا خلاص. أجل كذوب يا ريال. هذا كذوب. فضحنا والله يا ابو جميع الردود ياتنا كلهم زعلانين يقولون لنا ابوي هالمكلف غلط. ميدان الثوره ميدان سليمان اباظه ما ادري منو. يا الله يغرب المجد. الظليم شينه كان وما زال اكلهم في منتهى الروعه. كان وما زال اكلهم في منتهى الروعه. يعني الواح ما يروم يظلم خته. اكلهم فنان كل فنان كل فنان اكلهم في منتهى الروعه. تقول ما قلنا لكم ما احدد لكم شيء عن الاخر. اسم الطلب هذا غزل بيروت. غزل بيروت هذا هو الايس كريم. غزل بيروت هذا الايس كريم يسمونه غزل بيروت. ايوه غزل ايه بيروت. انت بيروت بس. الله عليك الله عليك. وغزل بيروت الله يحفظكم عباره عن منفوش ايس كريم لبس بمنفوش. الايس كريم اظني داخل منفوش وايس كريم اللي هي لحية شيبه. تعال الايس كريم وين لازم اراويك الايس كريم ليكون ما في ايس كريم. اي هذا ترى داخل الايس كريم. اي ها في النصيفه اخر شيء الايس كريم. انا ابو لين توصل للايس كريم اسميك بتعثر خيبه. يلا بس برايكم عادي خلوني باكل. عاوز غزل بيروت؟ انا شايفه كده عاجبني. وعايز؟ حلاوة شعر ومكسية ايس كريم. عليها مربى ورد ولا مربى ايه؟ مربى يا دي مربى الورد. فكرني بام. زي يعني شو حينه؟ لا حلو. انا شايفه احنا عايز امد ايدي بس لا احنا انا وريال الحين وياي. حسيت بيه قلت له هات له واحد. لان شويه عينك بغت تدخل في الصحن مال الايس كريم. مش دخلت مش دخلت. منور يا عم محسن. منور انت حق من شويه. مش مشكله. بالعافيه يا ابو جاسم بالعافيه. عافيك عمي. محسن علي علي بيكون تاني في الارجنتين.
سيبك من الجول. اخبار غزل البنات ايه؟ غزل لبنان العرب يخلص. محسن جميل قوي. حلو جميل. انت اللي زي الفل. انت اللي زي الفل. منور يا عم محسن. حق عالي. يلا حق عالي. محمد كان ما عيبك ولا بسك؟ لا لا ديك بس انا ماكل زيادة حلو. بس حط الجماعة. ودي حوله. حوله هناك الهوام ها. حط رقم 2. يلا. يا رك الله. رك الله ايه كنن. يلا يلا يا رجال يلا ما تكسبش علي يا محمد يا رجال ما تضربش علي يا رجال يلا بسم الله يا محسن الحق يا محسن الحق يا محسن ألف هنا وشفة على مين الاثنين الاثنين يلا في العافية أبو علي أبو علي حق علي يلا خلاص عادة الله. أنا أبوي من مطعمنا هذا بيت ورد وحين أبوي نحن في ميدان الثروة الثورة سليمان أباز شداد ميدان الثروة الثورة وكلها أبوي الدنيا مقاهي وكافيهات ودنيا في نص الفرجال الأولية هاي الدقي هاي من أعرق الأماكن في شنتيا مصر الأول كلها الدنيا هاي فلل نحن سكننا في هالمكان سنة شيء وسبعين سنة شيء وسبعين ميدان جمال عبد الناصر كان ميدان جمال عبد الناصر مشاهد المكان اللي كنا سكننا فيه مشتل بعد نسيت عاد وين ولد المكان الحين ماشي هاي لا كلهم اللي تشوف كلهم فكهاني فكهانية فكهاني كلهم فكهانية وهل بالورد بيت ورد كجودة أكل ما زال نفس قبل أول العام والعام بيت ورد اللي في الدقي غير ماشي والرئيسي كان وما زال أكله في منتهى الروعة بالنسبة لمستوى المطاعم اللي فيه تنتيا مصر بس اللي تغير طريقة التقديم واللبس اللي قدمون اليونيفورم مالهم مبهول بولي اللي أول ما يينا يعني كإدارة أتوقع أن تغير الأكل وايد زين كان ما زال لكن طريقة التقديم مش ما تليق بهالمكان الجميل يعني وبس هذه من الأشياء اللي ما يازف يعني فقط لا غير خبزهم زين وحمصهم هذا كباب بالكرز مشاويهم زينة سلطاتهم زينة بس هذا اللي مايز اللي هو طريقة التقديم شكل اللي يقدم ما بمتعدل ما بمتزقرت يعني مدلي قنية طايحة ياريت لو ما تتكلم ياريت لو ما تتكلم يعني زين طريقة لبسه ما بعدلة ما تليق بهالمكان مدلي يعني عقمة طايحة عقمة مرتفعة تحس انهم مكدودين من 10 ايام يشتغلون ما رخصوهم والابتسامة مش موجودة يعني تقريبا راح من الخدمة يعني 50% راح مستوى الفندق اللي خربها شو بس طريقة الخدمة كان الأكل وايد زين لكن اللي يبقى يستحمل ما بشينا لكن ما بمثل ما كانت ابتدى المطعم يتمصر يعني قبل ما تنش يوني نطفون على الطاولة حب قبل ما تيلس لا عقب ما تنش تقول حركات اللي تسوي وتسوي في الكبريهات يعني هذا الأول في الكبريهات حق دهان السير فهذا اللي خرب الحمامات مش نظيفة المغاسل والخيبتين بس ولا وعيانهم زينات اخواشي جم وايد جدام الكلينكس مالهم حث كان ورق شام ليدر لكن كأكل وايد زين السنة الجاية ان شاء الله ايه تلاقي خدمة ولا قولي ولا تلاقي بيت ورد بيت ورد لبناني
اللي يقولون لي سر المول مول الفلاني مول كل المولات انا تبيتن ومصورنهن العام الاول والعام. انا ما اريد يصير مولات، انا جاي من دوله الامارات بلد اجمل مولات في الكون. شو اللي قال ذني من عقب مولات دوله الامارات اسير شرق وغرب؟ لا والله لا لا ما شيء كالف. نعم هني مولات بطعم مصري لكن ما لي بارق بمولات الامارات اسير مولات في اي بلاد في الدنيا العودة. يا اسير للاحسن ولا ما اسير؟ هل ذلك ابوي ترك اللي ما يعنيك فايدة، وانا ابوي متعني ابوي حق القهاوي هني والمطاعم العادي والسكيك والحواري والبغيم، ومتعني حقها ها حق هالوي وحق هالوي، هاي عنوتي الا لهم، هذا الوي وهذا الوي. ميه وسكينه. شوف السيد، شوف العالم، شوف الوقعه، شوف السيد كم اكثرهم العالم. ها كله لاجل هذا مال كبده، هذا اسمه عز المنوفي. شوف هالعالم كلها كله لاجل هاي العربانه الصغيرونه. شوف العربانه، ها شوف الامم، هذا يبيع فول وفلافل وكبده، فول وفلافل وكبده. شوف العالم، شوف العالم هنا كم اكثرها، امم، شوف العالم شارع هاك مسكر كلهم ابوي عنده، هذا يتريون عنده لان الشيء مميز. ومصريين يودرون كل شيء عادي ويدورون المميز. سيائر جايين، ها عاد الناس الكباريه هالمغتربين اللي دارسين شرق وغرب يسمعون بهذا، فيون حين مصيف يجون بلادهم يصيفون اجازات الاعياد، فيون يسمعون بهذا. كلهم هاللي تشوفونهم اللي في لندن واللي في امريكا واللي في ايطاليا يدرسون يشتغلون في كل حين العالم، هاي كلها جايه. ها شوف هذا في ميدان الدعي، شيء جميل، شيء جميل. هل اللي تشوفونه ما يوجد الا في تنتي مصر في ام الدنيا. شوف العالم تعني لها ناس، حد من العرب يشوفها شيء عادي، هذا ابدا مش شيء عادي، بس ما يوجد الا في مصر فقط. مهما تكون جودة الأكل لو إن شاء الله يطول العمر ما بتلقطون هالكثر زحمة عليه إلا في مصر فقط لا غير. ها شوف اللي ما تصلح للصوالح، ها شوف خير إن شاء الله. لازم دوري بالتصوير. يلا دون هذا مأل الدعي، مأل الدعي اللي يأتي هاك اليوم اللي في ميدان الدعي وداخل المأل مالهم، تعيدون يوم أصور هاك اليوم كل شيء عنده حال رقم واحد، وهذا اللي يبيع مال معل الدعي. ها من المعالي اللي وايد فنان مثل اللي شراته شيء في شهر جامعة الدول، معل اسمه عروبة، معل العروبة. هنا اثنين اهم معالي يبيعون حب الفساد وحب شمسي وحب ابيض ونخاي وزق السبال وكل شيء مالهم. هاي اللي تشوفونه معلة الدعي، ما يندر كم، ها تأسست عام 1958 1958 التسعة ما يندرابها عشان ما حد سرقها. والله العظيم 60 ها يوم يقول لك ميدان الدقي وميدان الدقي، هذا ابوي ميدان الدقي، هذا قبل ابوي ما كان الجسر موجود يوم نحن نسكن هنا عاد سنين في الثمانينات، هذا ابويا ميدان الدعي. هذا الجسر وقت ما سكننا هذاك الوقت ما كان موجود. اي نعم. سكننا من الطرف هذا الخنخوش اللي تشوفونه، شارع سيد ثلاث اربع بنايات شيء في ليل صغار. جدام جدام، لكن ما بالجدام الاثريات لا، مثل بيوت ابو ظبي الاوليات يعني اللي اول ما ظهر البترول ويعني استوى الاتحاد استوى الخير، ما بالشعبيات، في ليل ما بعد الشعبيه. فلال ما بعد الشعبي مثل فلال اللي في مصلى العيد الاول، مثل مصلى العيد هن هالنمونه في كان هالنمونه الفلال شيء منهم، والله ما زال لين اليوم في هالمنطقه. منطقه احنا الله يحفظكم جايين نمشي من ميدان الدقي، هذا العصير تدينا ويا ريال مبروك على الله يحفظه ويعوده ان شاء الله بلاد سالم غانم من لندن.
وقف ابنه عدال هالمكان العصير ويا ابنه قال هذا احسن مكان يبيع عصير فيه قريب من ميدان الدوئي قال يبيع ويشتري في فرغلي وخال فرغلي وعم فرغلي قلنا اليوم بني يرب منه هذا هو هاي خيرات مصر هذه هي خيرات مصر كلها شوفوا هاي خيرات مصر شو ما شاء الله تبارك الرحمن ترى عندهم يسوون عصير مال تين شوكي عصير تين الشوكي هذا شيء خيال لكن نحن متهلعين على الهنبة اليوم هلاعتنا كلها على الهنبة يا غير أهم شيء عندهم حال عقب عصير الهنبة الأصب وعصير تين الشوكي عند المعاصر اللي بهالمستوى اللي تلقى كل شيء عندهم كود هذا العصاير شيء وايد جميل في مصر وانت تمشي تاخذ لك عصير وانت تمشي تشرب لك عصير قصب وانت ساير يعني شيء جميل احساس وايد غريب ما يوجد الا في مصر بس في مصر موجود مش موجود في اي بلد ثاني منور والهمبة داخله قوس قوس ما بيجي انك مره ما تشروخ تراخ لا قوس قوس تشرب تشرب فنان رقم واحد يلا بالعافية أربعين أبوي ما يبى حد يصوره ولا في خاطري يصوره أربى الله تبعد مغايض ها هذا أبوي تحرم حمله طبعان في أي علي في ما المالك سيبكوا تركزوا ركزوا مع المانجا ركز على فندق وطعم المانجا أيوة الله المانجا بعد الشير أوي شيرت أورانج والمانجا أنا يعني شاخد بالك والله لون الأورانج لون المانجا برتقالي همباوي وهذا أورنج لا والله فرق هذا شرات الأفندي وهذا برتقالي درجة من درجات الأورنج يا راجل يس اي دو وانت تمشي حتى وانت تمشي من ميدان لميدان وانت ظاهر بخنيخيج في سكة ترى حتى الإنسان لقى ناطور في بناية ناطور عند المحل ناطور في مدرسة أي إنسان تروم أنت ترحمه تروم هذا كله تنويض الثقة عنك وعن أهلك وعن بلادك وعن أمنك وعن أمانك وأنت تمشي تصدق يوم ما بالكثير الجليل حتى لو 5 جنيه لو 10 جنيه لو جنيه يشوفونه هنشيفه حتى الإنسان اللي يشتغل كالناس في الطريق اللي يصبت ربع لو منه يتغاضى راتب لكن تفرحه العطية البسيطة هذه وخاصة هو جالس مكان يبيع شيء ولا يشتري أجير في محل هذا كله الهم معاشات لكن وايد زين يوم أنك أنت بترحمهم وايد زين كم لك من اللجر كل يدعي لك لك ولبلادك رب العالمين حافظ بلادنا من كل شر وضر شمنا من الأصدقات من أصدقات الأوليين أصدقات الأوليين أصدقات ويرفعوا بها البلاء الصدقات تدفع بها البلاء والشر والأذى عنك وعن بلادك وعن من تحب هذه صدقات الأوليين الحين نحن التاليين نحن وعيالنا وإخواننا اللي أكبر عنا واللي أصغر عنا نحن يسمونا التاليين نحن لازم ندفع الشر والبلاء بعطايانا وصدقاتنا بدون من بدون أذى بدون صدعة بدون ديانة ما نعطي حد نتريم وراه صورنا نحن نعطي ما نعطي حد هذا مفروض وايد ضروري عدم المراءة وعدم التباهي بالعطية وبالصدقة لأنه من عطة يمناك يسراك ما تدري به حد من العرب يقول لا والله نحن نشجع كيف أصدقاء والعطية توها طايحة هذه الحين مستوي الأصدقاء والعطية والله نحن نكون قدوة لغيرنا لا أبوي لا تصير قدوة لغير رب العالمين هو اللي يعلم قدوه لغيرك قدوه لغيرك انت حينه ما بس الا في العطيه هاي حق صوروني تغني قدوه لغيرك لا 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 هذا هاي هذه رمستن الادمي تلتم عنها تعال من دونها الرمسه هاي اللي اولنا نحن نعطي وصورونا عسى غيرنا يتعظ هذا نحن ما سمعناه به هذا نحن ما سمعناه به لا في الاوليين ولا التاليين هذه العطيه اللي بينك وبين ربك هي هاي اللي تنفع هذه هي اللي تدفع شر والبلاء الفشرة
والصدع والديانة هل يطرونه لتطري الحكومات انها عطت وسوت شلجلة لجل هاي يسموها سياسات خارجية. سياسات خارجية ان يعني البلاد هاي ساهمت في النكبة الفلانية في يومية البلاد الفلانية، هاي يتسجل عالميا، هذا لا بد ولا عذر منه كدولي دوليا، لكن انت روحك بتحط حالك حال الدولة ما يستوي. واللي بيعطي لا يعطي الشحات، هذا اللي يمشي يا الله مال الله يا الله مال الله، لا هذا لا تنهره، ما بغيت اعطي بتعطي شيء جي اللي ما شي مشكلة، لكن هذا اللي ممتهن مهنة الشحات هذا بالعكس انت يا لادمي اثم من وراه اللي ممتهن مهنة الشحات، مهره نسونها مهر يا الله مال الله. حتى اللي يصب ترول هذا ترى لا يعيد ولا يعلم، اللي بيع خبز اللي بيع سندويتشات هذا دخلهم بسيط دخلهم محدود، ادري والمال باس ادري هذا كله، حتى ادري ولية التكاسي ترى فقارة، يوم بيقولك الطريق مثلا بعشرين جنيه وانت بتعطيه 30 ترى 10 جنيه ما بوايد، 10 جنيه درهمين يوم بتعطيه بهانس، يعني ما ينكر حال والله. ها وصلنا حين بارك الله فيكم شرة القاهرة، وهذا أكي تشوفونه سفوتين، وهذاك من دغنة ذاك وين هو هذا بارك الله فيكم كازينو النيل، كازينو النيل هذا الكازينوهات الأولية اللي من استوت مصر، هذا عاد ملتقى الفنانين والملتقى العالم كلها كلها العالم فيه. هذا هو كازينو النيل اللي يصيحون من الأول أيام شادية وأيام ما أدري منو وأيام قوم عبد الحليم، هذا أبو كازينو النيل في كذا يلسف في كذا يلسف في العالم من فوق الفندق يقول لا إله إلا الله يا ولد الحلال يا الله منك يا الله. هذا هو كازينو النيل، عرفتوا هذا وين اللي تات الحين؟ العرب اللي كلها تجلس الأول سيد عقب سووه أبو دورين، واحد تحت والثاني معالي واحد في النصيفة. شوف أقولكم أمور 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 في هالمكان. هذا هو كازينو النيل ومشاهد مرة فندق السميراميس الطرف هذا، وعقبه فندق شبر هذا المظلم، وتصير سيد هاك فندق كمبنسكي وخلاف أبوي فندقنا هادو. نحن حبي نصير لين فندقنا صلى الله عليه، خلاص اليوم بس علينا من الرغدة، ما مشينا وايد وايد كان زين يعني مشينا معقول اليوم. شو اسم الكبري هذا محسن؟ بعرف النيل هذا كبري أصل النيل. طلع عيال ها أميكا مية إماراتي؟ والله نفسي لا 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 مية إماراتي يا رجل. 100 دولار يا ربي خليك الغلط يا ربي خلينا محمد يقول السنة وانت طيب يا الله لا خلي عيال الستة يحولك يا ربي خلينا الإمارات وشعب الإمارات الطيب الحنين 100 جنيه هي للعين بقى بقى كل ده لا يا باشا لا. يا ربي احفظك يا ربي خليك للغلابة 100 جنيه غير ماشي والله يبقى لك النهاردة وعطب بس بقى يا ربي بس بقى والله ادفع الإيجار النهاردة يدعونك والله يدعونك والله يدعونك يا ربي خلينا الأمراض الأمراض وشعب الأمراض الطيب الحنين كل السنة وانت طيب يا عم خالد يا عسل كل سنة وانت طيبة يا أم خالد يا ربي خلينا خالد يا أبوك ما يتم مليون سنة الله يرحمه ودي على رحمتك والله لأفضع ورد على رحمتك بعد على رحمة أم خالد يا ربي يا ربي يا حرام ظبط الناس محمد مات انت تموت العيلة كلها والله يا ابو والله محمد مات الحين من سنة وشي الله يرحمه ما لبث اسمه بس هو محمد مات وتم احمد وسعيد ودي عشانك يا احمد يا ربي خليك لابوك الطيب الحنين يا ربي خليه لك يا ربي خلينا احمد بس شو اسمك انا ابو مازن وابو علي وابو حسين ومعايا 3 بنات هديك ال3 بنات وخلي لي ال3 صبيان ايه رايك الله يطرح فيهم البركة يا ربي خليك يبلغ فيهم عرايس ويزيدك من نعيم الله البركة إن شاء من حيث الله ما تعلم يبارك في بلادك خلي بالك منهم وسعيد وحطيه في عينيك يا ابوك ما كلت لي ما كلت لي كبدي والله راجل طيب هي. ابو سعيد العسل تقول لي ما لا تروح مصر ليه بس ليه تعال لنا مصر والله تعال لنا مصر مصر حلوه
وبتحب الامارات ومحمد ابن سيد قال لي عتلة بتران الامارات يا ربي خلينا الامارات 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 وابو سعيد والله عطنا 100 دولار لعيالنا والله لو تضرب 100 دولار والله ما بصاحي انت والله 100 جنيه لا لا 200 جنيه والله فوق ال 200 ما بتشوف والله مطل هاي الدعاوي اللي دعيت تكلهن لا يا باشا لا عيل 200 بعطيك شوف بقول لك على حاجه ابو سعيد اسمع اسمع انت اسمع مطل انت الدعاوي لين حساب 200 ما فوق ال 200 اسحبهن خلي الدعوات اللي تحت ال 200 ايش رايك احنا بنحبك برضه ابو سعيد روح الله يحفظك زين روح الله يزيدك زين. روح الله يكفيك شرعية والمرض بس روح الله يصر طريقة ضرب القيد ما شيك فعن 200 بس خلاص خلاص ماشي بس هاي دعاوي 200 صح لا أنا اللي تدفعنا راضي لا لا 200 والله اللي تدفعنا يا رجل بس عادي احترتني روح الله يعمل بيتك لا روح الله يزيدك يا رجل روح الله يوسع رزقك روح الله يكفيك شر من السخبي زين وانا عارف اللي انتهت الدهالي اللي هي في الاخر برضو اللي هي 100 دولار والله لو تنبر والله العظيم يا ربي خلينا ابو سعيد يا ربي الامارات الامارات الامارات, الامارات يا ريال بتلم لنا تلم علينا العرب انت صاحي احنا بنحبكم وحتى هم يحبونا والله بنحبكم انا ابو لك ب 100 دولار والله العظيم بنحبكم يا بحبكم. ربي ما كذبك كذب والله على 3 شهور النهارده ابو سعيد كذب يا ادعوا لك للنار يا ابو سعيد ها علي ايوه حبيبي لا علي هذا يلا علي وانت جاي في اي حاجه كده من مصر طيب ده رب عليك انت بقى يا عم انت قلت لك انت طيب بدانا ب 100 جنيه دخلت لنا في بيت اماراتي وبعدين 100 دولار وسايبينك انت تلعلع هما 100 جنيه وحلوين قوي زي الفل كل سنه وانت طيب وانا وانت انا وانت يا رب خلينا ابو سعيد ابو سعيد ابو سعيد العسل يلا اشبعنا انت لا نحن متفقين مخلصين برد اخذها الله يغرفك يلا عاد يا ربي كلنا كده ناخد وانا عايزين ها كلنا كده مصريين والله كل حد هو عايزين في 10 جنيه كل... لا 100 عايزين 200 كنا 200 هسيب 400 والله كل يا سعيد انت حي ابو سعيد يلا ابو سعيد ايه سناب شات لا تقولوا ما قلتلكم تلين ابوي الدنيا هذه كلها خطفنا ابوي لين سميرة ميت شهر غارب هذا مجمع الوزارات ما يسمون هذا مجمع التحرير وحب اسير لين جدا كنتاكي هناك شيء قهوة قوم علي بيلسون الدخول وانا بيلس ابوي حد قهوة ترى على فكرة ماشي ولا بلاد في الدنيا ولا بلاد في الدنيا عيالهم يتمون واعي لنا الحين غير في مصر ماشي ولا بلاد في الدنيا العودة تلقى طحلها واعين ليل بنهار 24 ساعة ولا بلد في الكون احصوا كل دوروا وسووا احصائية على كل الدول اللي في العالم مستحيل تلقطون بلد فيها حياة بلد فيها ناس اوادم ساير وياي ليل بنهار واعين غير مصر مستحيل ولا أي بلد في الدنيا العودة هي البلد الوحيدة اللي شعبها ما يرقد لا ليل ولا نهار لا تقول لي لا الهند ولا تايلند ولا غير تايلند غير مصر ما شيء بلاد في الدنيا العودة رقاد نيستي رقاد ممنوع من عنباتنا الرقاد وين حينة لا وين ودرناها هاي بوي الأشياء اللي تميز مصر دوار يبركنون عليه السيائير والدراجات مستحيل مستحيل إن شاء الله إن شاء الله مستحيل تلقى الدوار يبركنون عليها النمونة كل هالأشياء موجودة في مصر ها في نص الشارع ويصور في نص الدوار بعد ما شيء مشكلة ها واحد ها يخط فيه ربع مثلي أنا في مصر ما حد يقول لك أما الخبر ما شيء شو أقول لكم ما فلان
علي ايوه علي حو صوتك ايوه انزين يا طلب ابوي من المتابعين ايوه على عيني يقولون ان خل علي يجلس في مصر لكن لا ولا ود محسن ود محسن بدال علي المره هذه على عيني شو رايك على عيني وراسي وبعدين ياك يحصل ياك يحصل ليه رجلي على رجلي ليه انا وهو انا لوحدي انما هو لوحده لا اموت اروح فيها للي يسأل عن بيت ورد المطعم مال بيت ورد اللي تونا الحيايين منه في ميدان الثورة في الدقي ميدان الثورة في الدقي ميدان الثورة في الدقي بيت ورد المطعم موجود فيه مطعم زين 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 يعني أحسن الموجود يعني أكل فنان لكن مثل ما قلت لكم شوية طريقة تقديم يعني ويعني كأكل وايد زين لأن وايد يتسألي ناس وايد يسألون ما حطيت لنا العنوان لأني حاط منه العامل أو عامل أول وليه قبله الأهواك يا مشعل غراني يلي بحشاية حط لي حرق حبك على الفواد نامي حب جديد فرد حب جديد تبلي في العمر والراحات قلبي وانسجامي قديم ها مو جديد انت كنت تقصدها قديم تباها ولا جديد لا جديد زين الحين جديد ولا قديم جديد لو يرد الوقت جديد كل شيء قديم احلى قلت الموت من تحت الغامي اللثامي ثم لا كظمن ولا فرق ولا فرق في نفس الملك جرح دامي من المعلوم الزنة حل شرق شرق يا الله الحمد لله توافيك شاعر كبير ولا شغلة غبار ونحن استانسنا شوفك ونتشرف متابعتك إن شاء الله الله يطول عمرك الله سنة ميلسة القهوة والحين الله يحفظكم التجهين جدا فندقنا بالاتجاه سيدي لين فندق سميرة منا سميرة مناك أو أن سميرة ميس وخلاف بنقبض على البحر لين فندقنا وخلاف أبوي أنت مرخوص وأنت تركب وياي لين فوق شوي بينا عاد وحق الصليطي تودي أبوي دوا الصليطي لا مش من هنا مرخوص من عند فندقنا مرخوص تتوكل على الله من فندقنا بتكمل مشي عريت ما عريت عيط عيط ما عيط الله مرحمك ما شيء رحمة ما لك شي خالص اي نعم مرخوص من عقب وين ثار وين صار مرخوص من الاودا الله شكلك يجنن علي اكسرك لا زي الفل غزاله